قتلهم قولوا لها بس افتح عواتج خلينا نشوفها. هالحكي من صاع عليها قالها عواتج ما حسينا غير بس الانفجار. ثلاثة من جماعتنا استشهدوا واثنين جرحى، وبنت جيراننا بالبيت جتها شظايا براسها. تدارسنا ردود الأفعال تجاه بيان السيد مقتدى الصدر ونحن على استعداد لكل الاحتمالات. احتمال المواجهة مع الحكومة هو أحد الاحتمالات الواردة جدا، والتي تم التدارس والتباحث حولها، والتي أكدها السيد مقتدى الصدر في بيانه قبل ثلاثة أيام. حسيت بدوخة شوي ولعبان نفسها من الكلافوران اللي ضروا الغرفة رفعك إياها. فاجأتهم عصابة إجرامية لا تعرف عنها الإعلام ولا الصحافة ولا تقدر قيمة الصحفي والمهني، فأمطرتهم بوابل من الأطلاقات النارية، وأدى الحادث إلى الحمد لله والشكر الثلاثة نجوا من محاولات الاغتيال، والأخ حميد يعالج الآن في مستشفى الكندي. إيش مو الأخبار؟